بس هذا رمزيه نعتبر رمزيه. زين اذا هدوء هدوء. نعم نعم قرب قرب. اي قول مريض ذكر نفسه ما عرفته. ايش يتكون السائل الامنيوسي من ايش؟ نسبة الماء اللي فيها، يعني يتكون من ايش؟ نسبة المادة اللي فيها، يعني ما نسبتين موجودة، نسبة واحدة كبيرة ونسبة ثانية كم؟ اعطيني هذه النسبة وايش هي النسبة؟ والنسبة الثانية الأقل ايش هي؟ وايش فائدتها بس؟ يعني ها؟ الماء بارد؟ ماء بارد؟ اوكي اعطيني ثاني، اوكي. جلوريا وي هاف تو ما اريد اكرر السؤال، نفس السؤال نفس السؤال. هدوء هدوء. لا نفس the same question same question. نفس السؤال نفس السؤال نفس السؤال. هدوء 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 هدوء. لان خلاص ما شوف ما بسال السؤال مره ثانيه، هو نفس السؤال لغايه احد يستطيع يجاوب. السائل الامنيوسي او امنيوتيك فلويد اللي هو داخل حوض الرحم الأمة، لما تكون أم تكون حامل طفل صغير. Yes I said I told them to concentrate. قلت لكم ركزوا ركزوا. أنا no, I said by verbal I said by verbal قلت يتكون من نسبة كذا ونسبة كذا. زين ويعني بالتحديد يتكون من نسبة الماء نسبة كذا ونسبة أخرى، يعني ما أريد أنتم تخبرون النسبة وفائدتها بس. تقدر؟ لسون؟ تبي نسبة؟ طبعا سألت سؤال نفس السؤال الحين. سائل أمنيوسي يتكون من ايش أول شيء؟ ما يعني أي أول شيء حرارته؟ ايش هي الحرارة؟ اللي مادتين وحرارته كم يعني نسبة ونسبة وفائدته؟ ماي بارد. ماي بارد. لا 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 إلا الماي بارد. أوكي. Now the girl. هذا لا هذا لا هذا لا هذا 98% من الشرح. طيب يعني ايه هو قربت سؤال. لا هذا لا هذا لا هذا لا يعني هو لا هذا لا اسمك لا هذا لا 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 ما هي 98% ماي ساخن، يعني 98 هو اصلا 99 لكن قرب السؤال قرب الجواب، يعني 99% ماي وال1% بس اذا 1% ايش؟ مادة بروتين كولاجينية وغير كولاجينية. وايش فائدتها؟ فائدتها يحمي الجنين من الامراض والاصابة عندما تصاب الام. The girls give the chance to the girls. هدوء 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 هدوء. بسأل سؤال بسأل سؤال. هدوء هدوء هدوء. اولاد بنات هدوء هدوء عشان عشان بس اسأل، لان ما اريد اكرر نفس هو سؤال لغاية حد يستطيع يجاوب. إذا ما أريد عشان الوقت الوقت لأن بعدين ترى ما نستطيع نوزل ما يمكن نحرم الآخرين. زين إذا سؤال الهدوء 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 رجاء هدوء 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 هدوء. إيش الذي يتسبب البرق والرعد؟ وقلت هذا عشان إيش الذي وكيف تحصل يعني هذا إيش إيش اللي سبب وإيش اللي يحصل أثناء برق والرعد؟ ايش الذي يتسبب البرق والرعد وايش يحصل له فيها؟ نعم تغيرات الطقس بين البرودة والحرارة. كيف تغيرات بالنسبة ايه كيف بين البرودة والحرارة؟ تغيرات بين البرودة والحرارة، لكن كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل؟ كيف يتغير؟ كيف؟ نعم طبقات الفوقي طبقات الفوقي. وايش اللي يحصل؟ ايش يحصل؟ نعم ايوه اسال بس قبل ما يحصل برق والرعد ايش اللي يحصل؟ قبل ما يحصل ايش اللي يجي على طيب الحروره الحراره الشديده والبروده الشديده طب كيف تختلط مع بعض البروده والحراره؟ هذا كيف الطبقه العليا والحراره في طبقه الدنيا لما تكون في الطائره يعني يقول لك 40 تحت صفر تمام؟ ايش اللي يجي
السحاب طب يسموه مطبات هوائيه، احيانا طائره تمشي في مطبات هوائيه يعني يعني تقحم فوق تحت يعني ان هذا وجود هذه الثلوج مكثفه. اوكي وفعلا يحصل منخفض جوي طبعا هي سخونه تنخفض هذه الطبقه العليا. يا سيدي انصر باش باش البنات. اوكي ما هي النظرية تؤكد على أن الماء الساخن تعطينا حياة صحية؟ حياة زائد الصحة، الصحة من وين والحياة من وين؟ لما تخلطيه حياة زائد الصحة حياة صحية. إذا نعم في العلم الحديث. أوكي الوقت الوقت I think we come to the لحظة لحظة عشان نسمع. أيوة ما اسمع ما اسمع هدوء 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 الاولاد هدوء ها هدوء رجانا بس عشان في القران الكريم لا لا في العلم الحديث انا بالتحديد بالتحديد في العلم الحديث ترى في البدايه كان كذا الماء الساخن حياه صحيه ايش ماء يعطينا حياه والصحه من فايش كيف يحصل المعادله العلميه اوكي ايش هو اكسجين زائد ايش زائد هيدروجين كم ذره هيدروجين ذرتين هيدروجين وكم ذره اكسجين ذره اكسجين يساوي ايش يساوي ماء اذا عندنا ماء يساوي ماء من اجل ايش يعطينا ايش الحياة وجعلنا من الماء كل شيء احنا فلان منه. اوكي الان شيء يسأل شيء نعم واذا الصحة 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 من وين من الحرارة لا ايه وين ما شيء يسأل مبروك. اريد اريد اخر سي لاست وان سي لاست وان خلاص اوكي لاست وان اوكي اعطيني الآيتين اللتان تدلان على الماء والنار في سورة الواقعة وبدأ بالتحذير أفرأ ورؤيا أفرأيتم بشيء عن الماء وعن النار آيتين بالتحذير أبغى لا أنا أبغى بالتحذير الآيتين بس هي اللي هي الآية الأولى عن الماء والآية الأولى عن النار بس أريد بس ما أريد كل الآيات هما ترى مجموعة كده ثلاثة وهنا في النار ثلاثة طب عشان ما تقول حاطين قران كريم وقلت قبل قليل وقلت قبل قليل ايتين فقط او واحده بس ايه واحده افرا رايتم ممتاز ما شاء الله افرا ايتم الله الذي تشربونه افرا ايتم الله الذي تورونه كنا نتمنى كنا نتمنى حقيقة أكثر من ذلك بس هي كنا هي ما يمكن بعض منكم يزعلونا على أساس ما حصل على الجوائز لكن هي جوائز رمزية زين ويمكن نعود مرة ثانية ونوزع جوائز الجميلة توفقنا إن شاء الله عموما نشكر الخير على مشاركتكم وعلى حماستكم في هذه المادة وأتمنى تبدأون شرب الماء الساخن قبل ما تستطيعوا وايضا تجنبوا المشروبات الشديده البروده وايضا المشروبات الغازيه قبل الاستفراغ. جزاك الله خير واشكركم جميعا.